انا هسالكم سؤال، انا مش بسال السؤال ده دايما لما باجي اتكلم الجماهير، ما بتكلمش الجماهير الاهلاويه اللي هي لسه صغيرين، انا بتكلم الجماهير الاهلاويه اللي هي متربيه في النادي وعارفين النادي من زمان الزمان. يعني لما يكون في النادي الاهلي مليون تيكت، تخيلوا اول تفكير للنادي الاهلي كنادي اهلي، تفكير لوحده بس ان هو يعمل ايه في التيكت، هيعمل ايه في التيكت، هيديها لمين يا رضا؟ الجمهور بتاعه طبعا. ده سؤال بديهي جدا طبعا للجمهور بتاعه. فاكيد يا جماعه قلت لكم قبل كده الموضوع مش زي ما احنا متخيلين، لو الموضوع لينا حريه اكيد هندي كل التيكت لكل الجماهير، لكن اكيد انتوا فاهمين الدنيا يعني ماشيه ازاي، واحنا خلينا لغايه لما ان شاء الله تملوا المدرجات كلها وتاخدوا كل التيكت، يعني اعضاء الجمعيه العموميه لما انتوا تروحوا هيبقوا مبسوطين جدا ان طبعا انتوا رايحين، طبعا. يعني كلنا واحد، كلنا حاجه واحده، فما حدش يقول اصل الكابتن الخطيب ومش عارف مين الكلام ده مش عايزين يدخل بينا اساسا ولا يجي في تفكيرنا اساسا. لو معانا مليون تيكت اول حاجه قلتها رضا قال لي طبعا للجمهور، وان ده بنادي بيه للجماهير القديمه، لازم يوعوا شبابنا الصغير اللي لسه صغير اللي لسه ما يعرفوش او ما راحوش بطولات قبل كده وما شافوش بطولات كتير قبل كده وما شافوش الاستاد مليان قبل كده، قولوا لهم احنا كنا ازاي وكنا بنروح ازاي وكنا بنعمل الاستاد ازاي، كنا بنقفل الدنيا ازاي وكنا بنخض الفرق ازاي، لازم تعودوهم وتحفزوهم عشان يكونوا فاهمين كل حاجه. مباراه صعبه طبعا، واول ربع ساعه هي كلمه السر في لقاء بكره. دي وجهه نظري. عامل الجمهور لازم نستغله في البدايه. الجمهور هيبقى سلاح قوي جدا جدا جدا، ويمكن سلاح رقم واحد. انا دايما بنقول ان هو في النادي الاهلي